ما صلت على النبي طماعه تبي وتبي ما تحمد الله وتشكره تسأل عن حظها وين عين ما خلت حد في حاله ولو كانت بحسن حاله تصيد اللي متهني ومستانس وتصك بعين عين تحرق قلبك على الفاضي وتحرم عينك نوم العين لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين لو عينك شافت نعمة عودها كم من كلمة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله قول الله يزيد ويعطيني ولا يحرمني ويغنيني وباللي عندي يرضيني ويكتب لي اللي يرضاه قول كررها وصف النية تتهنى باللي تلقاه لا 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 والدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين جد وجد هذا اللي تعلمناه واحنا صغار ومن حسد عاش بنكد هذا اللي تعلمناه واحنا كبار لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك